بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، وفي هذا المسجد المبارك، وفي هذا الوقت المبارك، هو موضوع يهم جميع المسلمين، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الأنبياء والمرسلين، ولا سيما خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله وصفه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما أن هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وصف أمته، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف، المعروف المراد به جميع الطاعات، سميت معروفا لأنها تعرفها العقول السليمة والفطر المستقيمة. وأولها، أول المعروف وأعظم المعروف، عبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، هذا أعظم المعروف، عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، كلها تدخل في نطاق المعروف. كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معروف، والمنكر كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. فجميع المعاصي منكر، لأنها تنكرها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتنكرها الشرائع السماوية، كما أن المعروف تقره الشرائع السماوية، فكذلك المنكر تنكره جميع الشرائع السماوية، وتنكره أيضا العقول السليمة والفطر المستقيمة. وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله هو أعظم المنكر. ولهذا أول ما تأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام بأعظم الطاعات وهي عبادة الله، وأول ما تنهى عنه الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكذلك يدخل في المنكر كل المعاصي، كبائرها وصغائرها تدخل في المنكر، تدخل في نطاق المنكر. كل ما حرمه الله عز وجل فإنه منكر، وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منكر، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، فإنه يدخل في هذا النطاق. كل ما نهى الله عنه من العبادات ومن المعاملات ومن المكاسب ومن الأخلاق فإنه من المنكر، وكل ما أمر الله تعالى به من العبادات ومن سائر الطاعات فإن هذا هو المعروف. ولا صلاح للبشرية إلا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن طبيعة الاجتماع البشري، الإنسان لا يعيش وحده، حتى ولو عاش وحده فإنه يجب عليه أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر. ولكن
في المجتمعات البشرية يتأكد ذلك ويتعاظم وجوبه، لأن من طبيعة البشر إلا من رحم الله العدوان والظلم بحكم النفوس الأمارة بالسوء وبحكم وجود شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس القبائح ويثبطونهم عن الطاعات، وبحكم وجود المغريات من الشهوات المحرمة في كل وقت بحسبه، فإن المجتمعات البشرية توجد فيها المغريات للوقوع في المحرمات من النساء والمآكل والمشارب والمكاسب. هناك مغريات فاتنة تغري كثيرا من الناس بمقارفة المنكر، وتثبط كثيرا من الناس عن أداء الواجبات والمستحبات. بحكم أن هذا لازم للبشر اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم شأن الأمة، وحتى تقاوم هذه الأمراض. الأمم لا شك أنها توجد المستشفيات لمقاومة أو لعلاج الأمراض الحسية التي تصيب الأبدان. المجتمعات توجد المستشفيات وتجند الأطباء لمعالجة الأجسام، وهذا شيء يحمد عليه وشيء مطلوب. والمجتمعات كذلك تحاول كل ما فيه بقاء المجتمع وقوة المجتمع، ومن أعظم ذلك أمراض الشهوات والشبهات، فإن أمراض الشهوات والشبهات أشد خطرا من أمراض الأجسام، لأنها أمراض تصيب القلوب وتصيب الدين الذي لا صلاح للبشر إلا به. تصيب القلوب، والقلوب هي ملوك الأجسام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأمراض الشهوات والشبهات تصيب القلوب حتى تمرض أو حتى تموت. إذن لا بد من مقاومة هذه الأمراض، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مجتمع حتى ولو كان مجتمعا إسلاميا، وحتى ولو كان الإيمان قد انتشر فيه، لا بد أن يكون هناك من الفساق ومن ضعفاء الإيمان، لا بد أن يكون هناك من يقع في المحرمات. حتى في العهد النبوي، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي هي أزكى القرون والتي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه 2 أو 3. في هذه القرون المفضلة وجد من يعصي، وجد من يزني، وجد من يسرق، وجد من يفعل شيء من المعاصي. ولذلك تقام الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين في القرون المفضلة، لقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاج هذه الأمراض الفتاكة. فما بالكم بالقرون المتأخرة، وما بالكم بالقرون التي نعيش فيها، وقد فتحت الدنيا وتقاربت البلدان واختلط العالم أقصاه بأقصاه، فصار ما يحدث في أقصى المعمورة يصل إلى أقصاها بسرعة. يتأكد إذن قيام جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت، والاهتمام به غاية الاهتمام، فليس هو بالأمر الهين. الإنسان يجب عليه أن يأمر نفسه وينهاها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك على الإنسان أن يأمر أهله وأهل بيته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك يمتد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البيوت إلى الشوارع إلى المجتمعات، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا هو التكافل الصحيح. التكافل الاجتماعي الصحيح هو هذا الذي لا بد منه، التآمر بالمعروف التناهي عن المنكر، هذا أعظم التكافل الاجتماعي وأعظم التعاون على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في النصيحة، بل هو أعظم النصيحة. إذن وما دام الأمر كذلك، فيجب أن نعرف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نص العلماء رحمهم الله على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، لا خيار فيه، لكن هو واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع أفراد الأمة، ويسألها الله يوم القيامة عنه ويحاسبها عليه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، على أن من هنا تبعيضية، أي تقوم جماعة فيها الكفاية وفيها السداد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المسلمين، وحينئذ تكون الأمة قد أدت هذا الواجب، إذا جندت جماعة تقوم به على الوجه المطلوب. ومع هذا يجب على الجميع التعاون مع هذه الجماعة، التعاون مع هذه الجماعة، وأن لا تلقى المسؤولية عليها، بل يتعاون جميع المسلمين مع هذه الجماعة بما يتطلبه الأمر، وتكون هذه الجماعة هي القائمة عليه. وإذا لم يقم به جماعة من المسلمين على الوجه المطلوب أثمت الأمة جميعا، وكل فرد من أفرادها يناله الإثم ويحاسب يوم القيامة: لماذا أهملتم هذا الجانب؟ هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه واجب لا بد منه، ووجوبه على الكفاية يعني أنه لا بد أن تقوم جماعة من المسلمين يكلفها ولي الأمر ويجندها ولي الأمر لمتابعة هذا الجانب والقيام به على خير وجه. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا مع هذه الجماعة وأن يناصحوها وأن يبذلوا معها ما يستطيعون، لأن المسلمين كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة. قال تعالى: كنتم، هذا خطاب لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال المفسرون: كنتم خير الناس للناس، لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، بل لا بد أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك تحب لنفسك دخول الجنة والنجاة من النار، تعمل بطاعة الله وتجتنب معاصي الله، كذلك تحب لإخوانك دخول الجنة والنجاة من النار، ولا يكون ذلك إلا بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت حين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر تريد لهم الخير، لا تريد تنقصهم ولا عيبهم ولا الحط من قدرهم ولا تعييرهم، وإنما تريد نفعهم، تريد إنقاذهم من النار ودخولهم الجنة. كيف تتركهم يقعون في النار وأنت تقدر على إنقاذهم بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، يعني أن بعضهم صار في الطابق العلوي وبعضهم صار في الطابق السفلي، والطابق السفلي أقرب إلى الماء، فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الطابق العلوي للحصول على الماء. فقالوا: لو شققنا في نصيبنا من هذه السفينة، لو خرقنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لو خرقنا في جانبنا خرقا لنأخذ منه الماء من الجانب السفلي ولا نؤذي من فوقنا بأن نصعد إليهم ونتردد عليهم، ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرق أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، هلك أهل الطابق الأعلى والطابق الأسفل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجا أهل الطابق الأعلى ونجا أهل الطابق الأسفل. هكذا المجتمع، أهل الطابق الأعلى فيه هم ولاة الأمور والعلماء وأهل الرأي وأهل العقول السليمة، ومن دونهم هم بعض القصار وبعض الفساق وبعض ضعاف الإيمان، هذولا في الطابق السفلي. فيجب على أهل الطابق العلوي من الإيمان والعقول أن يأخذوا على أيدي هؤلاء بأن يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى تحصل النجاة للجميع. وأما إذا تركوهم يقعون في المعاصي فهم كمن تركوا أهل الطابق السفلي في السفينة يخرقون فيها، لأن العقوبة إذا نزلت عمت الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقوبة إذا نزلت عمت الصالح والطالح، عمت الطالح لمعصيته وعمت الصالح لسكوته وتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما يعبر هو صمام الأمان لهذه الأمة، متى تحقق ووجد فإن هذا علامة على نجاة هذه الأمة وسلامتها، ومتى عدم هذا الجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ضعف فإن هذا علامة على هلاك هذه الأمة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله أو إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذن فالمنكر، ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، علامة على هلاك هذه الأمة، كما تشاهدون في المجتمعات المعاصرة لكم ما فيها الآن من النكبات وما فيها من الفتن وما فيها من البهيمية وضياع الأخلاق وضياع الأعراض واختلال الأمن. تسمعون الشيء الكثير، حتى وإن كانت تملك السلاح وتملك القوة والمخترعات لكنها ضائعة في أخلاقها في أعراضها، مهددة في أمنها. أما الأمة التي تؤمن بالله ورسوله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها آمنة كما ترون، والحمد لله في هذه البلاد. ونرجو الله أن يتم عليها نعمته وأن يديم عليها فضله وأن يجعلها أمة صالحة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. هذا جانب عظيم يا عباد الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائده عظيمة، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه الكريم، فأخبر سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الاستقرار والتمكين في الأرض. قال تعالى: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، أخبر سبحانه، بل أقسم سبحانه وتعالى أنه ينصر من ينصره. من هم الذين ينصرون الله؟ هم الذين ينصرون دين الله عز وجل، بينهم بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للأمن والاستقرار والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض. وأخبر سبحانه وتعالى
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب الله إذا نزل. إذا نزل العقاب، إذا نزل العذاب في الأرض لا ينجو إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أما الساكتون والمداهنون فإنهم يهلكون ولو كانوا صالحين، يهلكون مع العصاة. الصالحون إذا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فإنهم يهلكون مع العصاة. قال تعالى يعني في قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. نهاهم الله عن صيد السمك يوم السبت ابتلاء وامتحانا لهم، لكنهم احتالوا عليه ونصبوا له الشباك وحفروا له الحفر يوم السبت وصاروا يأخذونه يوم الأحد احتيال على ما حرم الله عز وجل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حتى إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحيتان تأتيهم وتكثر في اليوم الذي نهوا عن صيدها فيه ابتلاء لهم وامتحانا، فأغراهم ذلك بأن يحتالوا على أخيها. كذلك نبلوهم يعني نختبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما نزل العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا المنكر وأنكروا عليهم تعديهم على حرمة الله سبحانه وتعالى، وسكت عن الذين لم ينهوا عن المنكر، سكت عنهم فلا يدرى هل هم مع الناجين أو هم مع الهالكين. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون، لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة هود ما وقع في الأمم السابقة من النكبات والعقوبات والهلاك، قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون فقط، قال مصلحون، والمصلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ذكر أنه سبحانه وتعالى نجى هؤلاء القليل الذين ينهون عن الفساد في الأرض، وأن الأكثرين هلكوا لأنهم لا ينهون عن الفساد في الأرض. وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنصر الله والتمكين في الأرض وسبب للنجاة من العذاب والعقاب، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للهلاك وسبب للعنة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. والله جل وعلا قص علينا هذا لأجل أن نحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء حتى لا تحق علينا لعنة الله عز وجل وغضب الله. إذن لا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم يقادون في السلاسل حتى يدخلوا الجنة، بمعنى أنكم تأسرون الكفار ثم يسلمون ويدخلون الجنة. يعني إذن أسرهم كان لمصلحتهم وإنقاذهم من عذاب الله، فهذا من فضل هذه الأمة
الذي منحه الله لها على غيرها من الأمم. فالمسلمون لا يجاهدون الكفار طمعا في أراضيهم أو طمعا في أموالهم، وإنما يجاهدونهم لأجل إنقاذهم من النار إن اهتدوا، وإلا لأجل إراحة المسلمين منهم وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الغرض من الجهاد الذي هو أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مزية عظيمة لهذه الأمة، أنها تجاهد الناس لأجل مصلحة الناس ولأجل إدخالهم في الجنة وإنقاذهم من النار. إذا عرفنا فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام وتحقق، وعرفنا الضرر الذي يحصل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التهاون فيه. لكن ما كل أحد يصلح لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد من صفات تتحقق في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر العلماء أنه لا بد في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، أن يكون عالما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، يعلم ما هو المنكر والمحرم والمكروه، وبعبارة أخرى يعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه، ويعلم ما هو المأمور به حتى يأمر الناس به. لا بد أن يكون على جانب من العلم، يعلم ما هو المنكر ويعلم ما هو المعروف، وإلا إذا أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه، لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع وينهى عن ما كان مشروعا، قد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري، يتكلم بغير علم، يأمر بغير علم، ينهى بغير علم، فهذا ضرره أكثر من نفع. إن وجد فيه نفع فالضرر أكثر والخطر أعظم. فلا يتقدم لهذا إلا من كان يعلم بما يأمر ويعلم بما ينهى. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الرفق، أن يكون رفيقا حكيما بما يأمر به وفيما ينهى عنه. والصفة الثالثة أن يكون صبورا على الأذى. إذن ثلاث صفات: العلم والرفق والصبر. الصفة الأولى وهي العلم تكون قبل الأمر والنهي، الصفة الثانية وهي الرفق تكون في حال الأمر والنهي، الصفة الثالثة وهي الصبر تكون بعد الأمر والنهي. قد عرفنا الصفة الأولى. الصفة الثانية الرفق، يعني يرفق بالناس ويأمرهم برفق وحكمة ولا يأمرهم بعنف وتنفير وكلام يجرح شعورهم، بل يأمرهم بطريقة حكيمة، طريقة رفيقة، لأنه يريد لهم الخير وليكون تأثيره فيهم أبلغ. وذلك يعني أمرين: الأمر الأول أن ينظر في نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يدخل فيه، ما الذي يترتب عليه، ما الذي يحصل إذا أمر ونهى. وفي ذلك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال المنكر، أن يترتب زوال المنكر وتحقق المعروف، يعني يترتب زوال المعصية وتحقق الطاعة. ففي هذه الحالة يتأكد الأمر بالمعروف ويجب، لأنه إزالة شر وإقرار خير. الحالة الثانية أن لا يزول المنكر بالكلية ولكن يخف المنكر، وفي هذه الحالة أيضا يقدم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تخفيفا للشر، لأنه إذا لم يمكن إزالته بالكلية فعلى الأقل يخفف. الحالة الثالثة العكس، أن يترتب على الأمر أو الإنكار، يترتب على الإنكار حصول منكر أعظم أو مساو، حصول منكر أعظم أو مساو، ففي هذه الحالة يتوقف الإنسان، لأنه إذا ترتب على إنكاره معصية حصول معصية أكبر منها فإنه يتوقف حتى يفتح الله سبحانه وتعالى وحتى يأتي الله بالفرج، ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة معروفة في الدين.
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا واضحا، فيوم أن كان بمكة عليه الصلاة والسلام ولا يتمكن من إزالة المنكر، ويترتب على إزالته قد يترتب عليه حصول شيء أشد، كان صلى الله عليه وسلم يرى الأصنام ويرى لكنه يقتصر على دعوة الناس إلى التوحيد وإلى العبادة، لكن ما ذهب بكسر الأصنام ويحطمها ويزيلها، لأنه يترتب على هذا شيء أشد وهو القضاء على الدعوة. وكذلك الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا ترتب على مسبة الأصنام ومسبة المعبودات أن يتسلط الكفار ويسبوا الله عز وجل، فهذه مفسدة أعظم تدرى. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا من جانب النظر فيما يثمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى نمضي ومتى نتوقف. وليس التوقف معناه أن نعطل هذا الشيء، لا، معناه أننا نعمل ما نستطيع من الدعوة والترغيب والبيان، وأما إزالته فنتوقف حتى تكون بأيدينا المقدرة على ذلك. ونسأل الله عز وجل الفرج والإعانة. وكذلك من الرفق أو من الحكمة النظر في حالة الشخص الذي يؤمر وينهى، الشخص الذي وقع في معصية، تنظر في حالته وتعامله بحسب أحواله، لأن الواقع في المعصية قد يكون جاهلاً أنها معصية، جاهلاً أن هذا الشيء محرم، فهذا يكفي أنك تبين له أنك يا فلان فعلت معصية، يا فلان فعلت محرماً. فإذا كان وقع فيه عن جهل فإنه سيتركه. الحالة الثانية أن يعلم أنه فعل معصية وأنه فعل محرما. بقي أن نعرف حالة الناس اليوم بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس في هذا الوقت ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. الطرف الأول ناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عطلوا جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ترك لواجب عظيم من واجبات الإسلام، وهدم لأعظم المقومات لهذا الدين، وتسليط لأعداء الله ورسوله، وتسليط للعصاة والمفسدين. فإن الشر إنما ينتشر إذا عطل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يصبح بدون مقاوم. وأنتم تعلمون أن شياطين الإنس والجن إذا سنحت لهم الفرصة فإنهم ينشرون شرهم بسرعة وبشتى الوسائل، ولا يقاومهم إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤيد بالسلطان. الطرف الثاني ناس تشددوا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرجوه عن إطار الحكمة والموعظة الحسنة، إلى إطار التنفير والتشديد ومواجهة الناس بالغلظة والقسوة، وهذا لا يجوز ولا يصلح أن يكون أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. فقد يأتي أحدهم على إنسان جاهل ارتكب معصية من المعاصي فعنفه ووبخه وتكلم في حقه وجرحه، هذا ليس من الحكمة، أو زاد في إنكاره عليه أكثر من اللازم، هذا جانب يعني مثل الجانب الأول، كلاهما خطأ، لا الجانب الذي ترك الأمر بالمعروف ولا الجانب الذي تشدد فيه وأخرجه عن نطاقه الصحيح، هذا لم يأمر بالمعروف، المتشدد هذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، مثل الجانب الأول سواء، لأنه أمر ونهى على غير طريقة صحيحة، فوجود أمره ونهيه كعدمه إن لم يكن ضرره أكثر من ضرر الأول، لأن هذا أصبح منفرا يصد عن دين الله عز وجل. أما الوسط وخير الأمور أوساطها، وجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة من الحكمة والموعظة الحسنة.
وبالصفات التي ذكرنا، العلم أولا، والرفق في حالة في العمل الميداني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان الذي يواجه الناس ويأمرهم وينهاهم يحصل عليه أذى بلا شك، بالقول وبالفعل يواجه من الناس مواجهات، فلا بد أن يصبر. وإذا لم يكن معه صبر فإنه سيقف في أول الطريق. قال تعالى لما ذكر الخطوات الأولى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال لقمان لابنه من جملة ما أوصاه به: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فدل هذا على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر، لأنه سيواجه في مقابل الأمر والنهي سيواجه مشقة من الناس وتعبا من الناس، فلا بد أن يصبر. والصبر معناه حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أنواع: حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن معصية الله، حبس النفس عن الجزع لأقدار الله سبحانه وتعالى. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر. ويكون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيب الأكبر من الصبر والتحمل. تعرفون ما جرى على الرسل عليه الصلاة والسلام من خلال ما قصه الله عز وجل في القرآن، وماذا صبروا، ما قصه الله عن أول الرسل نوح عليه السلام، وأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه إلى الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر السورة. يصبر عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، عرفنا شيء من سيرة أول الرسل وسيرة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا لقي من قومه في مكة وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، كيف قابلوه بالأذى بالقول والفعل، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا إنه يتعلم من غيره، يتعلم من النصارى أو من أهل الكتب السابقة، معلم مجنون، قالوا وقالوا ساحر كذاب، إلى آخر ما قالوا. يقولونه لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وضعوا الأذى في طريقه، وضعوا عليه الأذى وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ضربوه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام في الطائف، شجوه في أحد وكسروا رباعيته وهشموا المغفرة على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق، وصبر عليه الصلاة والسلام. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن نصره الله عز وجل. وماذا قابلهم به بعد أن نصره الله ودخل مكة بعد 8 سنوات من الهجرة؟ بعد خروجه من مكة عاد إليها في 8 من الهجرة ومعه جيوش الإسلام وكتائب التوحيد، حتى استولى على مكة وظفر بأعدائه وجلسوا تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر وانتظار الفرج، وفي النهاية تكون العاقبة لهم بالنصر والنجاة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الوجيز درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كلا منا يتحمل منها ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان يستطيع إزالة المنكر لأن الله أعطاه سلطة، أو السلطان سلطان المسلمين وإمام المسلمين والله هذا الأمر، هذا يستطيع إزالة المنكر باليد، يستعمل اليد في إزالة المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا كان ما عند الإنسان استطاعة لإزالة المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه، بأن يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق المناصحة، عن طريق يعني المناصحة الفردية فيما بينك وبين أخيك المسلم وبين العصاة، والمناصحة العلنية في الخطب والمحاضرات والندوات والدروس بالحكمة والموعظة الحسنة. يبين، ما يسكت، يبين للناس ليهدي الله من يشاء عز وجل. وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من القوة، كلمة حكيمة تؤثر في القلوب، كم من خطبة أو محاضرة أثرت ونفعت بإذن الله. فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى. فإذا كان الإنسان ما يستطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يستطيع أن يعلن للناس بيان ما وجب عليهم وما يحرم عليهم، ما يستطيع يبين المعروف والطاعات وينهى عن المنكر بالبيان، فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه، لأن يكره المعاصي ويكره أهلها ويبتعد عنهم إذا لم يكن في مخالطتهم طمع في هدايتهم والتأثير عليهم، يعتزلهم، ما يطمئن إليهم ويخالطهم مسرورا معهم ومنبسطا معهم، لأن هذا هو المداهنة اللي يخالط الناس العصاة والفساق، يخالطهم ولا ينكر عليهم ولا يكره ما هم عليه بقلبه، بل يكون منشرح الصدر معهم منبسط البال، هذه مداهنة، هذه المداهنة المنهي عنها. والإنكار بالقلب هذا واجب على كل مسلم، لا يعذر أحد به، لأنه لا يمكن أن يمنع من الإنكار بالقلب أبدا. فإذا كان لا ينكر المنكر بقلبه فهذا دليل على خلوه من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان، الإنكار بالقلب. وقد هلك من لم ينكر المنكر بقلبه. فإذن مرتبة الإنكار بالقلب هذه واجبة عينية لا يعذر أحد بها. أما الإنكار باليد والإنكار باللسان فهذا يكون حسب الإمكان وحسب الاستطاعة، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ثم لنعلم يا عباد الله أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أول مبادر لفعل الطاعة، لفعل المعروف وترك المنكر، وأن لا ينكر على الناس أشياء هو يفعلها في نفسه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه، يعني حتى ينفتح بطنه وتظهر أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور فيها يعني في أمعائه كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ونبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
الإنسان أول ما يصلح نفسه حتى يكون قدوة حسنة هذا. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه أجمعين.